راديو نيل لمن يهمه الفن على نغم اف ام 105.3، حلقه من اجمل الحلقات. عشنا نوستالجيا وعشنا كمان اغاني جديده مع نجم التسعينات، النجم اللي حبيناه ورجع لنا وبقوه، النجم فارس. نورتني وشرفت نغم اف ام، اهلا بيك. جدا معاكي بجد والله، اشكرك. اشكرك. وعايز اعرف بقى الجديده عندك الفتره اللي جايه ايه، ووعد الجمهورك انك مش هتختفي تاني. لا ان شاء الله، اكيد ده مفرمن باذن الله، مش هرجع تاني ان شاء الله. الاغاني اللي عملتها، انا عملت اغنيه عصبي، كلمات وائل توفيق، الحان محمد أماح، توزيع محمود صبري، وعملت أغنية الغالي غالي، كلمات والحان مودي سعيد، وعملت أغنية ركبة الخيل ولا روجك، أنا مسميها الاثنين كده روجك. روجك دي بلكنة مختلفة شوية. أحمد مرزوق طبعا، هو بنت بلادي، نفس الكتاب للأغنية طبعا. أيوة. شاعر كبير أحمد مرزوق، والحان محمد أماح، وفي أغنية كلمات بدر الشاعر الكويتي لأدل العجدلع، لأدل العجدلع والحان معتز أمين. وفي أغنية أخيرة بقى احنا اسمها طيرانا فوق، ديك أنا طبعا بنكمل البروجيكت اللي عاملينه أنا محمد أماح، شاعر جميل، الفنان المحترم الموهوب حقيقي. اسمها طيرانا فوق، دي دويتو ديو، هتنزل إن شاء الله يوم 6/9 بإذن الله، قبل عيد ميلادك بيومين. قبل عيد ميلادي يومين. احنا بنقول لك طبعا كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد النجم فارس كمان يوم 8 سبتمبر، كل سنه وانت طيب. هديه عيد ميلادك لينا بقى. دي اللي فيها جزء بالانجلش وجزء بالفرنش. لا لا، دي مش لسه، دي حاجه كده، دي كلمتين صغيرين كده بالفرنش يعني. لكن الموضوع اللغات ده بجهز له انا، لان انا زي ما قلت لك بدات حياتي كنت بغني الكانتري ميوزك والكلام من ده. بس ده اللي انا بعمله ان شاء الله الفتره الجايه، وانا بوعد جمهوري ان شاء الله نون ستوب ميوزك الفتره الجايه، مش هوقف، انا راجع بقوه ان شاء الله، جعان قوي في الغناء. واحنا كمان لغنى. انت وحشنا جدا جدا. طيب لو تعرض عليك تجربه تمثيل، هل تكرر أكيد تجربه التجربه التجارب السينمائيه بعد ده؟ اكيد دلوقتي هتبقى في نضوج اكتر. والموضوع هيبقى يعني لازم افكر في حاجه اقدمها حلوه يعني ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله، ان شاء الله فجاه باذن الله.